لقم بتوقيف أكثر من 6 أشخاص وتم تقديمهم إلى العدالة. 2 منهم راهم رهن الحبس وسوف تطبق عليهم قوانين الجمهورية. وتحقيقات أخرى هي جارية في كل مناطق الوطن أن أكثر من 80% من هذه الظاهرة السلبية هي بفعل فاعل، وسنكون لهم بالمرصاد إن شاء الله. من هذا المنبر كذلك أغتنم لأجدد طلبي لمواطنينا على مستوى كل قطر الجزائري أن يكونون واعين أكثر وأن يحافظوا أكثر على هذه الثروة وأن يحافظوا على أرواح مواطنينا وأولادنا وأن يحافظوا على بيئتنا